افتتح وزير الأوقاف محمد مختار جمعة الدورة الدولية العلمية المتخصصة لأئمة ووكلاء وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بدولة الجزائر. وفي كلمته أكد وزير الأوقاف أن الهدف من هذه الدورات هو تبادل الخبرات بين وزارة الأوقاف المصرية ووزارات الأوقاف بالدول الإسلامية. وأضاف وزير الأوقاف أن الثوابت لا مسس بها لا عقيدتيا ولا تعبدا تأتي هذه الدورة المخصصة لأئمة وقيادات ووكلاء الأوقاف بدولة الجزائر لعدد 19 إماما وقياديا ووكيل أوقاف هنا في أكاديمية الأوقاف. وهنا هذه الدورة تقوم على جانبين: أولا تجربة الأوقاف في مجال الدعوة والفكر الوسطي، وتجربة الأوقاف في إدارة مال الوقف. هذا الوفد يضم مجموعة من القائمين على شؤون الأوقاف للاستفادة من التجربة المصرية في إدارة مال الوقف وفي مجال الدعوة. بنتمنى لهم كل التوفيق. جئنا لنحمل رسالة محبة من الجزائر إلى بلدنا الثاني مصر، رسالة أخوة، رسالة تشارك وتبادل خبرات، وهو المجال الذي فتحته لنا هذه الأكاديمية، أكاديمية الأوقاف الدولية، التي نرى فيها بعدا جديدا لبعث التشارك وتبادل الخبرات وتبادل المعارف الدينية وحتى الاقتصادية والقانونية المتعلقة بمجال الأوقاف. هذا الذي ننتظره من خلال هذه الدورة.